الجمعيه الجزائريه تضامن مع المعوقين ومصابين بامراض عضال، قمنا بعمل سياحي في او بروفيل دي زونديكابي تاع الجمعيه، والحمد لله لقينا في هاد الى مدينه غردايا وخاصه مدينه زلفانه الى مدينه الحمامات، وكما نقولوا بارك الله فيهم اهل غردايا وتهلاو فينا وبلد مضياف، واللي يحب يجي للسياحه الجزائريه او يلقى كل ما يريد ان شاء الله. الحمد لله جينا زرنا المنطقه هذه، الله يبارك ما شاء الله، منطقه يعني تستهل الانسان يزورها، وبلادنا يعني كامل شابه، كاين دي زوندغوا فريمون يعني يحتاج الانسان انه ياخذ شويه من وقته ويكتشفهم، لانه يعني السياحه فريمون حاجه يعني اللي تزيد في الثقافه تاع الانسان وتزيد في المعلومات والمعرفه. الله فيكم، الله استقبلتونا، الحمد لله السياحه حاجه فريمون شابه، سيرتو الحمام تاعها، وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. جينا في زياره لمدينه غردايا في زياره، وعجبنا بزاف فيها السياحه، ونشكر رئيس الجمعيه محمد طيبي يعطيكم الصحه. نشكر بزاف رئيس الجمعيه محمد، نائب رئيس الجمعيه محمد طيبي على هذه المبادره، كانت مبادره رائعه، بارك الله فيكم. انا جيت من الصيف، جينا لغردايا وعجبتنا الله يبارك، وشكرا على حسن الاستقبال، يعطيكم الصحه. الحمام الله يبارك تاع غردايا، ربي يبارك لك خويا، تبرع والله تبرع، كان عندي ظهري قسما عظما غربريت والحمد لله.